نخدم عامله حذيره من 2011، مني عامل التنظيف، مني عساس مدرسه، حارس مدرسه، مني كل شيء. نخدم من 7 نتاع الصباح ولا 6 نتاع الصباح حتى الماضي ساعه، ونرجع معهم الأربعة حتى ل 7 نتاع الليل. وين تعس؟ وين المدرسه؟ انا ولايه باجة، مجد باب ولايه باجة. يعني اليوم انت مراه وحاطينك تعسي في البيت؟ اي نعس في، ونعمل كل شيء، نخدم كل شيء على جيل 400 دينار نخدم. يعني انا جاي تسويت وضعيتي، نحب نسوي وضعيتي باش نبدا اموري واضحه. علاش كي نجيو نزيد يروحوا بينا؟ علاه انا جيت باش نسوي وضعيتي؟ انا عندي عائله نخدم عليهم، يعني محتاجه باش نجي نسوي وضعيتي. انا واقفه السيد الرئيس يسمعنا وينظر لنا. عندنا قانون، تفعيل قانون 11 جوان هبطوا 2021، يعني ثمة الامر الحكومي نحبوه يهبط في الرائد الرسمي، نحب ولا الدفعات نتاعنا. علاش احنا توا كل عام يقولوا لنا العام هذا سيء؟ عليه احنا اولى من غيرنا، احنا اولى. قد ايه احنا 11 سنه حبوا تسووا وضعيتنا؟ الامر الحكومي اللي هبط السيد الرئيس 11 جوان 2021 حبوه يهبط. نخدموا جميع المؤسسات العموميه، ما عندناش قانون. لكون جيت 12 سنه و13 سنه، لكون جيت لا لا تمرض تجيب شهاده طبيه لا تخدم، واللي تنقب نهارك لا عطل، نخدموا جمعه كامله اسبوع كامل، يعني ما نتمتعوا حتى براحه. ناس خسرت صحتها، تدمرت، ناس ارامل، ناس معاقين وقايمين بواجباتنا وكارين والمترسمين، يعني يجي يسجل حضوره ويخرجوا، عمل حظيره يلزموا ديما موجود، تخرج نهار كي تنقب. حاجتنا بحقنا سياده الرئيس، رانا تعبنا، رانا فدينا، رانا ناس بشهايدها ونخدموا في الخدمه كلها، وقلنا ما يسالش نخدموا بلادنا، ناس بشهايدها تنظف تحرس بات الليالي، كنا نخدموا. واللي بلا مستوى مترسم وشاد كرسي، واللي بشهادته يهين فيه ويذل فيه. طيب العماري على ولايه القصرين، نطلبوا من السيد الرئيس قيس سعيد تفعيل القانون. القانون اللي صح عليه سيادته وهو بيديه وفعله هو السيد الرئيس، اللي رانا اولاد 25 جويليه اليوم، احنا رانا اعتصام الحد نكل بينا. قعدنا 12 سنه سيد الرئيس، 12 سنه رانا اولادنا ضاعت، ما عدناش نقروا اولادنا، ما عدناش باش نتنقلوا، ما عدناش ما ناكلوا، مع الظروف الاجتماعيه الحاليه اللي شفاها سيد الرئيس، حتى لا سميد لا سكر باش ناخذوها احنا. سيد الرئيس نطلب من سياده السيد الرئيس نداء، اللي عباد هذوما اللي تشوفهم راهم كامل الولايات، راهم ابناء 25 جويلية. يا سيد الرئيس مع كامل احتراماتي ليك انت كشخص، اللي انت تنظر ديما للزوالي، اطلب منك يا سيد الرئيس، يا سيد الرئيس ان تنظر بعين الرحم لهؤلاء. هؤلاء الناس الزواولة ايتام، عندنا عائلات، ما عندناش وعود معناتها باينه وموجوده بالتفعيل، ولا خلاص السيد الرئيس وعلنا اللي عندنا احنا شيء يثبت اللي نحن باش نسوى وضعيتنا، لكن لما ثم حد شيء. احنا عمال حضاره 45 55، 12 سنه عمل في كل المؤسسات احنا موجودين. ثم ناس راي يا سيد الرئيس عمت من الكمبيوتر، ثم ناس شاد مراكز في معتمديات وفي ولايات وفي بلديات، راهي نقاط حساسه للغايه. تطبيق الامر الحكومي 436 والالتزام بما جاء في بنوده، شنو الحكايه بالضبط؟ الحكايه عندنا وضعيه، نحن عندنا اوامر ترتيبيه وعندنا قانون مصادق عليه مجلس النواب ومصح فيه الرئيس، ما هبطولوش، ما عملوا لنا حتى حل، قاعدين تو من 2011 تو نحن على الحظايا. ما فهماش حتى، كانت وعود زائفه، تو الرئيس مطفي العباد الكل. يلزم يعمل لنا حلنا، احنا عندنا قانون وهو مصح فيه راه، ومجلس النواب مصحين فيه. معناها جيستي هبط لنا الاوامر الترتيبيه كهو، وتفضت المشكله. هما ساكتين، كان يسوفوا فينا كل واحد، كل حكومه تجي تعديك الاخرى كهو. تو مش مناسبنا، متجاهلين اصلا. نحن تو يلزم يعملوا لنا حل. ولا نبقوا لهنا، نحن مش مروحين من هنا، يعملوا لنا حل. بعد شوي نمشوا. عندنا 11 سنه، عندنا 11 سنه ملف، عندنا 11 سنه عمل تحت الحيط هش، فهمت؟ عندنا داخلين في العام الثانش اليوم، عندنا جرينا لهتنا، عندنا اتفاقيه 2018 طاحت، زيد يجي سي نور الدين الطبوبي وزير الشؤون الاجتماعيه في 20 اكتوبر 2020
يزيدوا يقصون الفئه فوق 45 والفئه تحت 45 عملوا لها دفعات. فهمت؟ مشينا نحن نجروا لمجلس النواب وكل شيء وعملنا مبادره وافقونا عليها قانون 27. بعد مده في 19 جانفي يهبط امر حكومي 436 19 جوان يربط بالفئتين. نحاجتنا باش تطبق الامر الحكومي 436 هذاك ما طلبنا نحن اليوم.